من الحاجات المهمة جداً اللي حصلت الفترة الأخيرة والناس كلها بتتكلم عنها ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت. الحقيقة ناس كتير سألت ليه أسعار الحديد بتزيد أو على أساس إيه؟ خليني أقول لكم الأول إن أسعار الحديد زادت خلال سنة واحدة بس حوالي 62%، ومن شهر 5 اللي فات لحد دلوقتي زادت في حوالي كده 7%، وده أكيد هيكون ليه تأثير طبعاً على السوق العقاري الفترة اللي جاية. هنعرف أكتر ليه زادت أسعار الحديد، لكن تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لكم على طول. الحديد زاد الأيام دي جامد جداً لدرجة أنه هو غلى كل حاجة، ولكن هي أسعار مبالغ فيها شوية للي عايز يبني شقة لابنه، اللي عايز يبني بيت لأولاده. هتعمل ارتفاع في الأسعار، يعني أكيد يعني أسعار الشقق أكيد هتغلى، يعني زيادة ما لهاش أي لازمة وغالية، حاجة غالية أكتر من اللازم. وقف حالي الناس مش عارفين يشتغل صراحة. أسعار طبعا الشقق هتغلى، حاجات كتير طبعا بتزيد معاه، يعني بيستثمر مثلا في الشقق أو بيبني حاجة أو بتاع يأثر جامد ويعود تأثير جامد على الشباب بعدين. يعني الشباب مش هتلاقي شقق أكتر ما هي لاقية، فتبقى مشكلة شوية بالنسبة للشباب أكتر.